يعود لكم بموسم جديد وبحلقات مميزة واستثنائية. مغربة الغربة من القدس الشريف. ديالنا هو هاد المغرب والو هاد الحيط شمو كوتيل بالعبراني. مغربي في الغربة من الشرق الأوسط من تل أبيب. لما غنكم يا حبيبي تل أبيب. إسرائيل هي دولة بوليسية، يعني ضروري أول حاجة نفرقوا بين الشعب والحكومة، تقول لهم مغربي كيفرحوا بك بزاف. أول مرة ستأخذنا عدسة مغربي في الغربة إلى عالم الروحانيات من داخل المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هناك يقولوا أنه كان شعار ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك الرسول فاش جا في الرحلة ديالو القدس كان صلى هذا المنطقة على اليمين. وسنتعرف أيضا على حارة المسيح في القدس الشريف. وحسب المعتقد المسيحي هنا عيسى عليه السلام. مغربي في الغربة يكسر الحدود ويصل إلى الضفة الغربية لبيت لحم فلسطين. هناك توجد المحطة اللي كتديك للضفة الغربية. نحن هلا في منطقة بيت لحم أو إحدى مناطق بيت لحم. هذا هو عبارة عن الجدار الفاصل. طبعا علمنا تغنى بالسلطة. هنا المنطقة الأصلية للحمص والفول. ويقتحم حي ما يشريم الغريب والأكثر تشددا عند اليهود. اليهود الأرثوذكس ما غادي نشوفوا غير اللباس. وي ار فروم بغيت نسولو شنو الفرق اللباس اللي لابسين. السيناغوغ هي عبارة عن قصر ديال تبنى ب 16 مليون دولار. غادي نحاول نشوفوا شنو كاين الآخر. سمعنا كاين الفلوس هنا. كاين فلوس هنا. ياك مغربي في الغربة يأخذنا إلى أوكرانيا. كبرت في أكادير وجيت قريت في أوكرانيا. الميموريال ديال الحرب العالمية الثانية. جميع المدن كتلقاو المخلفات ديال الحرب العالمية. أوكرانيا هي أرخص دولة في أوروبا وكتبقى ثلاث مرات أرخص من المغرب. وإلى أحد أعمق المناطق في العالم. أغرق مترو العالم. هاد الباب هذا كانوا كيستعملوا في الاتحاد السوفيتي اون طونك بونكيت كيجيو كيتخبعوا فيها في الوقيته ديال الحرب. سنكتشف ايضا نمط حياه المغاربه في جزيره قبرص. نقول لك واش قبرص اليونانيه ولا التركيه. منطقه ايا نابا كابو غريكو كيحق لهم انهم الحصول على الجنسيه القبرصيه هما وجميع افراد العائله ديالهم. يا ساستين اوليس سياحة رخيصة مقارنة مع الدول الأوروبية الثانية. الشعب القبرصي صراحة شوية كتحس شوية. وسنعيش أصعب لحظات الغربة مع مغاربة بولندا. ويلكم مرحبين بولندا. وجاو الوالدين من المغرب يعاونوني، ولكن المشكل ديال الفيزا، يعني الفيزا يعني كانت قصيرة. الايام الاولى كانت صعيبه، يحاولوا يخلقوا شويه ديال الفرحه. انا خدام هنايا بحال خدام فرنسا، يعني انا لوكاليزي هنايا في كراكوب. وديما ما تنساوش دعاء السفر الا بغيتي تسافر، ديما يا ربي نسافر من المغرب. سنكتشف العاصمه المصريه القاهره باعين مغربي في الغربه. مغربي في الغربه من القاهره. مرحبا مغربي الغربه مصر. هادي اسمها الكامبون ديال حدائق الاهرام. دي قريبة الأهرامات. نديرو تابعين الشركة ديالنا دي المساحة ديالها 135 متر. أنا نعرف كدا الملوخية ما توك توك انتو شايفينها في المسلسلات والأفلام. موضوع القاهرة أنا عمرها ما كانت في بالي. كانوا يقولوا مشي السياح كنقول لهم آخر بلاصة مشي ليها. أكلة الشعبية ديال المصمط. أهل المغرب وحبايب أهل المغرب. مقهى الفيشاوي، قهوة الفيشاوي معروفة من قديم الزمن. والله بدور لك ملاقي فك، والله ملاقي لك فك. وسنعيش مع حياة المشاهير المغاربة وفخامة إمارة دبي. مرحبا بكم في دار دبي. في دبي هاد البلاد هادي كتحتضنك بواحد الشكل جميل جدا. الغربه والهجره والتغرب
كنعتقد انهم اليوم جايه باش نتفرج في واحد الفاشن شو ديال واحد براند من اليو كي. I am so ready. كاع الباسبورات ديال العرب اون جينيرال ما كيتقبلوش في الطيارات ديال اوروبا، وهذا يعني خاصك ضروري. في رمضان، رمضان يحلى مع مغربي في الغربة.